ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، كل واحد باسمه. اخباركم وش علومكم؟ طيبين علومكم ان شاء الله خير، اموركم طيبة. ليلي السلام، منورين جميعا كل واحد باسمه. خير يا تيو، خلاص اليوم نلعب علي النونو. خلاص ما حد يجي يقول وين علي. علي النونو مخه في انفصام، كل يوم له راي. الحمد لله يا سلطان، شو اخبارك؟ شو علومك؟ طيب مره بيسافر مره يرجع مره ما ادري ايش وضعه. نبدا اليوم بنرجع بعلي وبنسرق وبنغير جو وكذا. عليكم السلام رغد، ويلكم. ما وصل الشعار، مستحيل. عليكم السلام اي فهد، ويلكم. ليلى، ويلكم يا ليلى. اكيد يا الدوي. اودي اسمك، وش اسمك ذا يا اخوي؟ لازم انتقام الفندام. لا يا اخي فكنا يا اخي، انتقامات. متحمس لتحديث ام تي؟ نقول ان شاء الله. اني والله اني بعيد عن جراند مره الفتره، انتوا عارفين ذا الشيء. انت تشتغل معرض ايك اللي اسمي علي النونو، اني تارك المعرض. عليكم السلام يا دانا، عليكم السلام يا سالم. ما وصل الشعار، غريبة، مستحيل. يا رب يدخلني السيفر يا ساتر. لجاكرون لا الحمد لله ما جاني، اللهم لك الحمد. الله يسعدك يا عبودي، كمل بالمعرض من الصفر. والله ما ادري ايش يصير في البيت الجديده، ما ادري ايش بيصير. شوف عاد. ولكم دانا، عليكم السلام يا IIULQK. عليكم السلام PRL. هذا يسعدك يا رب، يسعدك يا حبيبي. نشوف ايوه دخلني حلو. عليكم السلام يا بودي، ويلكم. كيف وضع النونو؟ واضعه كذا، اموره طيبه. انت متزوج؟ لا، بيتك فيه اسلحه كثير ترى. ادري ان فيه اسلحه واجد. حس بيصير لشيء؟ لا مو صار لشيء ان شاء الله. اسرق طبيعي واموري طيبه. عمر ابو مشعل، وين القلب الاحمر ذاك؟ مو محطوط، ادري الدم. عليكم السلام يا ماكس، ماكس الشوي، اسم ده مغرب علي. وعليكم السلام يا سيف. بس الاسلحه، البيت عندي مفتاح وكل شيء. الكاميرا المعرض باك، انه اجل هذه اللحظه. الله اكبر يا سيف.
ابو سوحان استحل البيت، خليه يستحله جعله بالعافيه. وعليكم السلام يا دي جي جوجو. عليكم السلام يا وليد. ايش نسوي عاد يا بلال؟ عليكم السلام يا ريلود. مينا لا فكني تكفل مينا، ما ابغى اتذكر. ثلاث بعدها معك؟ ايه معي معي. ليش سميت شخصيتها لنونو؟ والله ما اذكر ليش، بس سميتها مع رواف. ايش خلاني اسميها اصلا؟ ايش ناقص؟ ناقصني والله رصاص. والله معي روع. كم معي؟ معي 14. حلو، امور طيبه. ما اتوقع عليه شيء، ما لا اعدام ولا شيء، اصلا امور طيبه. عليكم السلام دانا، ويلكم. تست، في احد موجود؟ موجود. هلا والله شباب، كيف الحال؟ خير. السكاي لاين امورها طيبه ولا امورها ماش؟ لا لا امورها طيبه، ما شاء الله. سلام عليكم. بنت تعرف تسوق طبعا. سلام عليكم بنت. هلا. ايش السواقة هذه؟ ها؟ ايش السواقة هذه؟ تسمعيني ولا لا؟ أنت تسمعني ولا لا؟ علي صوتك، صوتك بعيد. توس توس توس. ويلكم. تسمعيني أنت؟ صوتك بعيد. لا والله. مرة من سجن انا. انت شو اسمك؟ ديما. ما شاء الله، انت توك واصله للمدينه؟ صحيح. ما شاء الله، حياك الله يا اديما. الله يحييك. ايوه. شو تشتغلين انت؟ والله ما اشتغل شيء. معك علي نونو. علي نونو، حياك الله. الله يحييك. يلا اجل. ايش؟ ايوه ايش؟ انا لا اعوذ بالله، ما مالي ما معي شيء، طفران انا. ما راح علي. هلا هلا في البنر. لا ما معي شيء. السجن تونا طالعين. في السجن كم واحد انتم؟ انا ومحمد بس، اشيل على كتفي. اسمع قلبك. خلني ابدل سيارتي ما تشيل اربع دقيقه. ابو فهد. هلا هلا. سمحت واخر دقيقه بس عشان امر اصدقائي. يا حبيبي ابدعك والله، اتمنى ما عمري يا شقر دادي. ايش؟ مو طبيعي. يقول اللهم لا حسد. اللهم امين. يلا سلام عليكم. تحلى الله يويه. طيب محمد. ما ادري مني ابو محمد مره. يلا جايكم انا في الطريق. ها يلا. شو انا 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 من انت مخطط اولى؟ السلام عليكم، في احد معاه بنزين؟ في احد معاه بنزين؟ مفتاح ما تبلس. انا ابي لك ببلاش. ويلكم لك، تعال اخذ. رجال يا ابو محمد. ما يحتاج محتاج. اي بس تعال تعال. محتاج قدم. وينك ابو محمد؟ اجن يا خلك. يلا ابي بنزين ان شاء الله، يعني ما يصير لي شيء انا. ها حسابات، عندي حسابات بصفيها. تكفى بصفيها انا بعد. ويلي امه. يا عيال انا شكلي بنخطف، تبون شيء؟ تكفى بصلي فيهم شرط دولة تايتنز. انا بنخطف يا عيال، اوكي؟ وينك وينك اي محطة؟ وينك ابشر بي. محطة شو اسمه؟ حديقة. هذا انت؟ هذا انا. يا
عمري 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 وش فيها جتيار؟ يلا انا بجيهم انا بقى بروح بروح مرة. لا لا شباب تشيل اربعة بس. عليكم السلام اس كي كي نوف ويلكم. اشوف بيتك تكفى بعد شوي بعد شوي بروح له. الحين ترى خلينا نتكلم السلام فهد بس يعني بنوصل بعد بكره. محمد حسب الله عليك ابعد من منو ذا منو ذا منو ذا؟ هذا اجي ذا اجي. نونو اذا عندك موارد ولا شيء عط شو اسمه ليش 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 وش يصنع وشو؟ بسكم مصنع يصنع مكتوب يا رجل ما في مكتوب طيب عندي انا واجد بس العيال ما عندهم يا رجل والله الحين اللي معنا هنا الحين اللي موجودين كلكم معكم مكيتو اتوقع متعب ما عنده اللي ما عنده يتكلم يا عيال اللي ما عنده سلاح يتكلم من الان اللي ما عنده دروع يتكلم اللي ما عنده امشاط يتكلم لا حد يسكت نحتاج القليل فقط من دروع والله انا تحديد الكل جميع ما لا ما في اسمه ذكر توفر الاسبوع الجاي صدق على عينك في الكعبه والله عارف هذه انا هذه حركات ابو مشعل عارفها عارفها انا عشان كذا لا والله صدق والله مسكين ابو مشعل مسكين اي والله اني مسكين والله ارني كيوت يعني هلا والله ابغى السيارة يا الله عندي. عندك منك بعد تمنى مشكلة اسمع مدام انك يا اخي انت مايكك ما عدلته انت صوتك قصدي ما عدلته لا حول ولا قوة الا بالله داخل في اذني مايكك لان ام العيد انا جبت بعد جبت العيد شباب انا لو استمر 10 دقائق زيادة ممكن يعني اسافر ليه ايش سويت؟ مرتبه طيب يا العيال يلا وينكم وصلتوا ولا لا يلا ونونو هلا عند باقي عندك ام 5 اتوقع ما ادري والله يا ابغى ودي اجرب اسوق ايش رايك تطلعها تعال سلم يا اخي الارمر حق السكالين في شيء الظاهر المشكلة مو من الـ 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 الارمر والله من السواقة باقي شغف المعرض لا والله بعيد عن المعرض مرة مرة بعيد عن المعرض مرة طلعها بالله موجودة ادخل خذ الجثر يا ابو مشعل خليني اتاكد دقيقة زمان ما صحيت تلقاها في القناة سماوين بيهم والله بصلي فيهم ان شاء الله تعال حتى في سيارة ثانية ودي اوديها بعد هناك تعال اخذ الجثر بنقل ملكية يا اخي والله اني يا جماعة لا ما ابغى افتح الباب هذا حق المعرض والله اني بعيد عنه هلا هلا سم هلا بيت مستلزمات رجالية طيب الحين نجتمع كلنا ونشوف يلا يلا يا ابو محمد عيال ممكن نجتمع عند بيت الشمال الله يلعن شيطانك والله اني اسف والله يا نجتمع بيت الشمال ولا لا الحين كلنا ايش عندنا هناك ما تبي مستلزمات رجالية ولا خلاص كنسل لا كنسل كنسل لا كنسل كنسل والله راضين حتى بالولادية يلا يا ام غص العدو هذا اللي خوي اللي ما تبي يكون وراك والله دبي عليكم السلام نوفا لكم يا لك سم ابو مشعل والنعم والله رجل والرجال قليلون ابو محمد تسمعني شباب تدلون بيت الشمال موقف حمراء احتمال نخطف في تشالنجر يبي يخطف والله انه بيخطف موقف حمراء من ورا بسرعه انا ده موقف حمراء وينه
ايوه فاضي شوف قدامك وين وين مشعل بقل عن والله مع مين ابو مشعل انت مع مين اي فريق انت تدخل خالد اخيرك يا وزك من هو ذا؟ هذا ما يعرف يسوق صح؟ تعرفون من هو؟ حق ورا ما ادري ما قاعد اتكلم احب الجنان بس غامض صح هددك مليون قاعد يفر وراي قاعد يفحم كذا هذول بس 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 قفل عليه قفل عليه بس اي خله 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 كنت حمرا يا عيال حمرا هدد هدد هنا هدد هدد اربع صوتك هدد هدد تعال بنطل الكراج الخايسه ذي اجيك عنها يلا خلاص طلع طلع فهمك لا لا يقول شيء لا لا يتكلم اسحب عليه اسحب عليه نروح بيت الشمال لا ما اسحب عليه شخصيتك معدومه لا مو معدومه يا جماعه سيف روق سيف ها ما يجيك تيموت خلاص شخصيتك مدومة على كيفك شخصيتك مدومة لا لا ما رد يطلع ايه هدو 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 اللي يغلط هدو 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 ما رد يطلع خلص خلو 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 هدو ابو سروال ازرق شوف ابربطة شوف ابربطة هذا اللي كان يغطالي بتجفة هو ذاك الثاني اللي اسمه مايكل مدري مراد السلام عليكم خليك خليك طيب شيل 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 هلا والله لكم مين اخليك مين مصلح بيجي جتر صلح وتعال العيال مو وضع مكانتهم كويسه العيال يس انا زرق بنونو ايوه 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 اموري طيبه هنا نفك بنسوي فيكس للموتر نجي اوكي انا في المعرض شخصيتك معدومه شخصيتك معدومه شخصيتك معدومه شخصيتك معدومة على كيفه ايش رايكم في كاب سموكي فيت عجبكم هذا الكاب حق المطعم حلو ولا مو حلو انا اوريكم اكستند ريدي تو جو طيب انا حلو يا حبيبي واحد يجيني وينك بنزل جديده I am coming now خليك داخل ها عشان اصلح تركب معي اوضا تحت مطعم من زمان مفتوح المطعم يقولك ادخل داخل الى 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 دقيقة السلام عليكم السلام بحالك الحمد لله وجدت في المعرض اي معرض معرض السيارات بعت المعرض انا ما شاء الله الله يرزقك ان شاء الله طلع طلع ترى طلع طلع ها طلع راح الحديقة طلع طلع بركب بركب ابو عبدو خلوا بعد مستشفى البنر بنر المستشفى لا حول ولا قوه خلاص اوقف بنر اذا وقف بنر انت مهدد صح فاده اول ما يجي عندي عيال نهدد ها اول ما يجي ورا بنر بنهدد اول ما يوقف العين بنحوطه وبنهدد تمام بنر ترى فاده مهدد وفاده مهدد ومخلص يا رجال من اول وقاعد يزبن راعي مرتبه الزرقاء هذا بيدخل من وراء من وراء مرسيدس الزرقاء
صح ويصدم. سلنجر بثوث. هلو. سلام هلا. هو نفسه ها؟ اخوي علي نونو. صحيح هلا. في موتر اسمه سويتا. والله اني بعيد عن المعرض حاليا للاسف. لا انا اقول لك في معرض اسمه سويتا طيب. ما ادري. كذا موتر زي ديد سن يرفع. طيب واحد يتكلم معه خلينا نشوف منهم. ما بيتكلم قاعد ساكت. يعطيك العافية. هيا ابو النونو. السلام عليكم. السلام. كيف حالك طال عمرك؟ الحمد لله طيب. عمرك المعرض مفتوح؟ انا بعيد عن المعرض والله. ها ممتاز يا طيب. الحين لو ابغى منك موتر هل في الحين موظفين موجودين عشان والله ها ابغى اشتري موتر هل في 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 موظفين في موظفين بس حاليا انا بعيد عن المعرض خليني اخلص واكلم تقدر تعطيني رقم لهم اي واحد تلقاهم يداومون ممتاز خلاص يعطيك العافيه شكرا لك يا ابو نولو هذا خليك ذا ها ركبته معي ترى ما ركبته معي 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 انا معي بيك تغيير رقمك والله خلاص ايش قصدك المعرض ايش الله يا ساتر الاتصالات مره الحين والله عن اول والله الحين اهدى من اول بكثير ابو فهد اخر ايام ورب الكعبه اني قرفت من الرقم الجوال مره طيب عندكم سرقه الحين ولا لا عشان اروح اجيب لكم اغراض ايش في بالكم تبون جوارات ولا تبون بيت اللي ودكم اللي ودكم الحين انا بروح اجيب لكم كم حنا بروح اجيب دروع ومشاط حلو اللي ناقصه ما ادري والله كم عدد كم من اللي ناقصه اغراض سري يد العدو طفى موتر في ذا اللي معاها عده هلا نحتاج بعد اسلحه ترى سلاحه مكسور بعد اكود هلا هلا انا وجي وعلي واحد يعد العدد من اللي ابو فهده ايوه احسبه ابو عبده حلو كم كذا انت اسمه انا عليكم السلام انك يوه عبدو ثلاثة اوجي اربعة خمسة علي النونو شمعك حارق ستة ابو فهدة ولد عندي ثرمويت انا حاطه في شنطتي اصبر اصبر عيال تبون مركزي مركزي لا لازم العيال يكونوا موجودين السلم علي النونو مطبق مصرف عندك كهرباء مصرف اتوقع عندي اخضر طيب تاكد سريع لان خلاص خطة جاهزة وكل شيء جاهز طيب يلا ما في احد بيركب معي بروح بيت الشمال انا بشوف اغراض هناك يلا جاي لحقوني ها زين كانوا بدا سلاح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته منورين جميعا الناس تدور رهاين زيادة كم تطلعون على موتر لازم نعرف يا يل دور ثاني لا شفتوا الشقق هذه حلوة صح يلا خلاص 60-70 لا يا ابو عبدو لا تصريفة حلوة ابو عبدو انت شايف العدد وفي شباب على هذا استهبل ايه متعب قريب مره ترى دائما بليد انا ضيعت بيتي وين هي قدام هو من كثر الدراع يشتري بيت ولا يدري وين نسيت اول مره وجه الطريق بعد انت بعد الله يرحمه وش اسمه ويسكنه فسيح جناته يا دمنو نديك تفتح له طيب انت والله قاعد افتحها يا ابني عادي قاعد افتح لك قاعد افتح لا تفتح شنطه لا تفتح شنطه انتبه لابتوب اخضر وفلاش اخضر صح ايه في شيء ثاني غيره لا تقعد ورا بعض ننحشر داخل
عبدو عبدو طبعا انا حافظ كل شيء لا حد ياخذ اكثر من 5 و6 لو سمحتوا واحد يحسب حسابي يا واحد يحسب حساب وينكم انتم ابي احد ثاني دورته يا هل عين يا عيال اللي عند ابو سليمان بدي اجيب ابو عبد كم خذت الدرع كم خذت مشط ما هو باخذ 15 مشت 15 درع ايه ولا ذا ولا ذا يلا بياخذ لكم بياخذ لكم عادي بتعدي في الشنطه هلا 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 معي ثانيه عشان نطلع على السكاي يلا انا ارفع ايدك اعطيك دور سته دور ها ارفع ايدك اربع امن اخذ سيفور لا سيفور سنايبر الاشياء ذي ما راح اخذها ولا رشاش ولا شيء انا فرودنا معنا دياج لنا خلاص روح امشاط بس الاشياء اللي تعتبر حقتي انا سيفورات والسنايبرات ذي ما بحقتي هي اشياء حقت ابو سوحان ما راح اخذها يلا اللي تحت يلا تشوف دور وخلاص طلعت من عند اغراضكم من عند يلا خلاص نقول شكرا عمو بنون شكرا على الفسحه عفوا 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 ايش دعوه شكرا على الفسحه يلا يلا يا شطور انت يلا 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 على 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 الميدان يلا الحين نروح الحين نشتري من مقصف فليك يا يا شاطر انتبه لحد يجيك ها ان شاء الله بابا كم معي في البنك؟ ايش ما عرفتش كم معي ما معي شيء طفر لا عندي ولا قرش لا انا عندي سنايبر عندي سنايبر في البيت يا يعني سرقة يحتاج لها سنايبر ولا ما يحتاج؟ صدق ترى عندي سنايبر شاري ب 600,000 يا رجال امنع نفسك والله اجا طلق علي ار بي جي ايه تستعملها دور دور ثاني عيال سريع تكفون يا كيف اخذ ملابس بدون بطاقه او هلا طلع لك كاميرا اثنين مكتوب واحد لابو عزوز واحد للمتعب خله معك سمى بيجونك الحين جايين مع بوليتو على مفرق ساندي ها بندر هنا بندر يلا في احد وين 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 بندر هنا محل القسم محل القسم يعني ضروري اجيب لهم ام كي 2 الحين يعني هل القسم يلا يلا سريع يا سريع كلكم سريع ما لقيت اغراض المصرف اي معي 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 فلاش ومعي شو اسمه لابتوب ما ادري ايش في ناقص بعد اللون ها خضره خضره القسم عندي شيوي تبون شيوي ايه يلا يلا على طول كلكم اي شيء يعجبك في طريق شلبه ترى ما جبت المكيتو ها سحبت لانه والله بعيد ذا مشيت عادي عادي اذا جو اي بوش يحتاج غير اللابتوب والفلاش اخضر اتوقع ادوات ابي احد احد يروح ينقز ذا بسرعه طيب حسبي الله عليك يا ابو عبدو ابي عده تصليح بنا خطفنا ثاني يا عيال بسرعه بسرعه بوجه الثالث كيلان المصرف وحنا جايين مصرف 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 اللي فوق المستشفى ها شمال اللي جيب معك ادوات يا ابو النونو عيال معي الفلاش صحون. واحد يروح ينقز يجيبها طيب ترمايت صحون ترمايت ايه ترمايت صحون عشان الباب السلام عليكم سلام سلاحك عند ابو النون عاد شوف اختيارك ايه هذا اللي لصقها في ظهري ما يحتاج ايش عندكم يا عيال؟ ناويين على ايش؟ مصرف طيب كم عدد رهائن؟ عيال ابو ملك الله يسعدك يا حبيبي شكرا على الثمان شهور الله يسعدك يا رب دنيا واخره معك رهينه طيب ابو محمد معي اثنين مو واحد
وراك تبقى عند مصرف. يلا يا عيال اللي بيدخل مصرف يروح مع ابو محمد. اي 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 مصرف بس بطلب لان الورا عساكر وماسكين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستشفى ابو محمد. انا قلت لكم اللي فوق المستشفى. اللي فوق المستشفى طيب محمد يكلم العساكر شكله اذا سكت يكلم العساكر. يا ساتر يا لا اسمعوني اسمعوني حنا بنصلح وبنفر شوي عجلوا عجلوا. انا معي اغراض المصرف معي اغراض المصرف بدون مهدم يا ابو ترى معي ترى معي بس اللي هو فلاش ولابتوب في شيء ناقص جيبوه. يا ساتر اصبر يا ساتر زيد القلب يا جماعه الخير يا اخي ذا يا جماعه يلا يلا يا عيال يلا ها اه يا زيد يا تاج راسي انت اللي فوق اللي فوق المستشفى صح يلا يلا احلى طرف ورب الكعبه منورين جميعا حياكم الله كل واحد واسمه بيكون داخل بس انا واللي جنبي فوق. اللي بيهكر والراعي والله اني انا احبه اكثر يا جماعه اقسم بالله انه يعلم تمام. يعلم اني احبه اكثر اي والله تمام اني اعتبره واحد من اخواني اقسم بالله العظيم الله يسعدك يا زيد واللي جاي من طرف زيد يسعدكم واحد واحد دنيا واخره دقيقه دقيقه عيال انا ملحس مخي او شيء اي مصرف عشان اعرف وين اروح اللي تبونه اللي فوق المستشفى فوق المستشفى قدام المستشفى اللي عند الهوتيل اي انا هناك أي. واقف انا هناك واقف انتظركم روحوا لنا يا حقنا اللي جوا المصرف طيب ناقصكم شيء يا عيال انا معي لابتوب ومعي فلاش اخضر وش ناقص ادوات شيء جيبوها من الان طيب بنقز احلى طرف والله منورين جميعا حياكم الله الله يسعدك يا زيد يا تاج راسي انت شكرا على الريد وشكرا على سوفونا جميعا نزكم ان شاء الله يعني فرح وانا ايش قاعد اقول انا زبدة حياكم الله جميعا ان شاء الله لكم تستمتعون في بثي انا ما يحتاج اسالكم استمتعتوا ببث ولا لا انا استمتع في بثه والكل يستمتع في بث الله يسعده ويرزقه يوفقه ان شاء الله دنيا واخره بروح بروح ابي بنزين ها ثواني خليك خليك عند المصرف بجيك بروح راح البنزين راح بنزين 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 الشمال ثواني راح بنزين الشمال اعطيه ايام النار والثرمايد اعطيه ابو جي ها الثرمايد هذا شيك ابو منونو دمت بس معليش طيب اذا بتصنع نبيك تهدي شوي ها حياكم الله جميعا اللي بطرف زيت حياكم الله كل واحد باسمه معلش تستعجل شوي في عسكر اشوفه قدام ايش رايك وانا اتمرجح ايش رايك وانا اسوي اير دراج فري ستايل سلام استاذ شوف الحركه شوف الحركه اي أمانة والله حسيت إني جد أبو فهد أبو محمد أموركم طيبة إيه بس ثرمايد ها واحد يعطيها أنت اللي على البيم البيضاء يا في أحد عندك زاز زاز أصبر أنت والله جاي من طرف زيت حياكم الله كل واحد بس بدك تنقز معي بدك تنقز معي البيم رصاصية أشوفكم شاطفيني وديك الشقة نرجع لهم إيش رأيك أبو فهد ما ادري والله ما ادري هم مران شباب انا عند المصرف لحظه خلك خلك انا عشان ما ينقصنا شيء ابو نونو ابو مش خليك قريب من ابو نونو طيب ابو محمد اذا يمديك تنزل لي ابو فهده عند الباصات حقت المستشفى خليه يطب من فوق حياكم الله اللي جاي من طرف زيت والله منورين الله يسعدكم يا رب إيه بنسوي بنسوي طاوله بس اصبروا خلونا ندخل ونضمن كل شيء الحين وراكم عساكر ولوش يا ورا ابو محمد عساكر شفته شفته اي وراه عساكر هاي عيال خلصوا عيال تاخرت مره اسمع اسمع محمد محمد اسمع 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 نزل ابو فهد من عند فوق المستشفى عرفت حركه الباصات لا يا شيخ ليش 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 خلاص هو اللي بيهكت لا يا حبي مع الثرمايد في البيت بروح انقذ البيت انا وياه نجيبها وانت روح بنزلها قدامك قبلك انا ما ادري هو يحتاج ثرمايد او لا يا يعني ما بنجرب بنجرب بدون ثرمايد بنجرب لا لا تجرب والله ما انصح انا على راحتكم اذا تبوني اهرب ابو فهد من ابو ما لا داعي تجرب على راحتك يا ابو محمد ولكن شوفوا جربوا اذا احتجتوا بنحاول نجيب نشطفكم نعطيكم الثرمايد لو الوضع يحتاج ثرمايد انت ما عندك مره ماله ماله يا خلاص خلوا خلوهم خلوهم يبدون طيب وين نتقابل يا ابو مشعل والشباب حدد حدد مكان تقابل فيه انا في العام انا في العام مواقف لازم مواقف محل الاسلحه الله يلعنك يا ابو محمد السيارتين كلها باسمي معلي معلي تعالوا يا جماعة الخير بنونو برفع برفع
اوكي تعالوا عرفتوا خلاص اخوي ديسك دروع مشاط ايه تدري شوي بطلع برا الموج يعني انا بطلع برا الموج وبهكر تمام وبنونه بعد اذا تطلع برا الموج اطلع برا الموج خذ راحتك يا عيال عرفتوا مبنى FBI يا عيال اللي تحت مستشفى انا ايه طيب ما في قدامه مبنى يوديك المواقف الحمراء والمواقف البيضاء يدخلك مع النفق انا هناك عنده تعال السلام عليكم بس دقيقه بتاكد بس من شيء واحد بس ثواني النعم والنعم معك المفاوض ثواني ايوه بس خليني اطفي السياره بس في سرايز شوف كيسار انت رايح الجتر انت المفاوض انت رايح الجتر ايه طيب ليه خلك هنا بنوقف هنا انا بطلع برا الراديو يا جماعه ايه يطلع برا الراديو تعال تعال على البيم الازرق من هو انا ارجع طول العمر كيف حالك ايش داخل يا علي خش داخل ايش ايوه وشو الثانيه خلى عز يجي والنعم بعز كيف بن خنجر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم رد السلام واجب يا ولد انت بترد انت ولا ذبحتك ولد هلا السلام عليكم وعليكم السلام شو اسمك ما عندي اسم ها ما عندي اسم كيف ما عندك اسم خلني اشوف بطاقة احوالك ثواني بس شو اسمك انت ما عندي اسم اقول لك ما عندي بطاقة صوتك مو بغريب علي لا الا غريب لا مو بغريب علي اعرف هذا الصوت انا اعرف هذا الصوت هالدرجه يعني متفشل ما تبي تقول اسمك يعني ولا ايش ما تعرف انا يعني ايش هي غيرت صوتك يعني لا ما غيرت الصوت ايوه طلع الصوت ايوه طلع الصوت طيب ايش طيب تهددني لا ما قلت شيء تهددني ايش قلت تهددني ولا لا جاوب لا ما جاوب ما هديتك ايه شاطر عجبني تكفى لا تقتلني شو اسمك انت؟ اسمي محمد محمد ايش؟ وائل كيف حالك يا وائل؟ الحمد لله انا دايم ان شاء الله يا ابو انا اي تكفى لا تقول لا تجيب لا تسولف معه ايه من هو ذا؟ اي واحد اي واحد ابو اسود ايه اللي عند الزباله رح عند الباب بالله عادي اسمع صوته؟ لا مو لازم تسمح ابو اسود روح عند الباب تفاوض روح السلام عليكم عليكم السلام حياك الله هلا والله طيب يا عزيز المواطن مثل ما ظهر لي ان عندكم رهينتين في الداخل ممكن اعرف سرقتكم للمصرف محتاجين وش الورقة اللي رميتها في الأرض؟ مو أنا اللي راميها صدها بالأرض طيب محتاجين كم مبلغ اللي تحتاجونه؟ كم؟ لحظة بس وين لازم يشمها وعنده حالة عنده حالة يا أستاذ عنده حالة ما نبغاه يمكن داخل عنده حالة خاصة عنده مشكلة في الصدر طيب هلا مانكي هلا بالزين معذره منك اسمح لي ولا اخي ايش داخل اطلب اذن ما في مشكله خليك عندي يا ابو ده ولكم نوري جميعا طيب كم مبلغ اللي تحتاجونه يا عزيز المواطن انه اربع اشخاص كل واحد 250,000 تعرف هذا بنك الشمال وبنك الشمال غني تعرف الاغنياء اللي هنا ساكنين في البيوت الاحياء اللي هنا يستخدمون بنكين بنك اللي هناك بنك المركزي المصرف هذا المصرف يعني للشخصيات الخاصة وانت عارف هذا الشيء
انت تسمعني زين ولا ما تسمعني؟ اسمعك اسمعك. طيب لو سرقت المصرف هذا انت عارف انك الان راح تعرض نفسك للخطر. صحيح. اي بمعنى لو جينا نتكلم بالمنطق انت متطلع من البنك هذا بالكثير 700,000. حلو، يعني تعطيني 700,000؟ انا مستعد اني اعطيك 700,000 مقابل تسليم نفسك. انا الحالي اعطيكم انتم اسلمكم مبلغ 700,000 اللي بتطلعونه مقابل تسليم انفسكم. طيب والمقابل كم المخالفات اللي راح ناخذها؟ و المخالفات ما راح تنزلكم مخالفات، لكن فقط تسجنون بالتهم اللي عليكم. والله هي عرض جميل عجبني الصراحة. ثواني بس، عطني ثواني بس. شباب تسمعوني؟ طب اسمع، يقول سلموا نفسكم اعطيكم 700,000، ايش رايكم؟ 700,000 والله انه يكذب. والله لو انه وشو نواف. هلا بنواف، هلا بالزين، شكرا على ال 23 شهر يا ساتر. يعني ترى مو بس عندك انت براند يعني، ومنزل براند ومبسوط ترى، حتى شوف ها. لا واول ما ياخذها اسحب عليه. اي هذه ولا اذا ركبه مع في الدوريه بنلحقه احنا. حسب بس يعني انت يعني. يلا ابو مشعل ها. ابو تركي. طيب من هو اللي؟ هلا ابو تركي. عطني واحدة بالله، والله تبشر بها يا نواف، والله انت تبشر بها والله. بكرة تجيك. صفحات يلا. نورين جميعا حياكم الله، ويلكم يا ابو تركي، شكرا على 21 شهر، يا ساتر. ايش ذا 23 شهر، 21 شهر، ما شاء الله ما شاء الله. كمل كم شهر ونصير اعرفكم سنتين، يا ساتر. يسرع الدنيا. الله يرجك في دوج بوش، تعال بسرعة. تعال ادخل هنا ادخل. لا لا عزك يا حبيبي. نورين جميعا حياكم الله. ها ايش قلتوا؟ كنزل العرض. كنسل يا رجال، كنسل يا رجال، ما مضمنهم والله. نصبي. السلام عليكم. كنسل مالك. اللي جوا يقولون انكم قد اعطيتهم موعد وزي كذا وسحبت عليهم. من الفتحه مو من ذي. تعال بيك ابيك ابيك تجي من هنا. بنون اطلع من المكان. اي والله يا ابو قحط الله يسعدك. انا ما قد اعطيت احد وعد وسحبت عليه. والله يا ودي انت شو اسمك انت قلت لي بس؟ سيف بن خنجر تي 7. والنعم والله. سيف انت يقولون انك صارم. و صارم؟ قد كلمتك. هذا اللي سمعته عنك. اي نعم، انا مثل ما ذكرت لك، في حال انك وافقت على عرضي انا راح اسلمكم المبلغ وانا اللي بتعامل معكم شخصيا. والله شوف انا ما عندي مشكله، انا مسكين، انا مالي في الامور هذه، بس هم اللي حدوني الله يهديهم. انا اعرف انتم يا شباب التوالي هذول الصغار ما إيه؟ تحسبون الحساب لخطوتكم الجايه. انت كم عمرك قلت لي؟ قدامه مش على اول خطوه على المخرج يسار. مضره فيك، مضره فيك. انا مسكين تعرفني، انا مالي في الامور دي، تعرفني انا من بيتنا للكنيسه، من الكنيسه للبيت. اسلم رجلك اسلم. يو خلاص. شكرا. قلت لك هذا العرض اللي عندي والموضوع راجع لك. شفنا والله انا ودي بس يعني هم يقولون لو سلمت نفسك ترى بنذبحك، يقولون كذا. ايش اسوي انا مسكين؟ من اللي يقوله؟ اللي معي اخويا. شوف تخيل رفقاء سوء هذول. شفت كيف؟ انا مسكين، انا بسلم نفسي الحال واعطيني 700,000. تلقى بالضبط واقف هنا مكاني. كلكم. اي هنا. منكي شكرا على السب، الله يسعدك يا كبير، يرزقك العافيه يا رب يا كريم. ولكم نوره. حاول نعم اقنعهم، ادخل اقنعهم. شباب يا اخي خلينا نسلم نفسنا، 700,000 ترى كثيره، واضح ان ايش في قطع، واضح انه كويس الرجال يا جماعه، فانا اقول لازم نسلم نفسنا ونعطيه 700,000. شو يخسي؟ اوف يقول خسي يا طول العمر. شفت انا مسكين، شفت قاعد اقنعهم قدامك، شفت عشان بعدين يعني لو مسكت يا انطم انطم انت اياه انطم انت اياه. شفت كيف يا طول العمر؟ ايه انت يرضيك. شفت كيف انا كنت كويس معهم واسلوبي كويس؟ ايش قالوا لي؟ تفل علي وقالوا ضف وجهك انت والسبك اللي قدامك المعفن اللي شنبه مخيس. ها كلامهم هم ترى مو بنا. مين اي واحد فيهم اللي قال؟ هو واحد سروا ملون. وش قلت؟ تسوي نفس الرجال؟ اه شفت طول العمر من هو بسروه ملون اكيد صح؟ ايه. طب قدامي شوف، ممكن تتكلم في الراديو. ما في الا واحد، في اثنين لابسين يا طم، في اثنين لابسين نفس اللون، يعني لا تسوي قافط. لا انا اتكلم عن بسروه ملون هذاك. ايه في اثنين، ما ادري عاد اي واحد فيهم، واللي هنا ولا اللي هناك. بسروه ملون قلت لي. ايوه في اثنين نفس اللبس، ايش فيك انت؟ في واحد جوا مع الرهاين لابس احمر وواحد لابس روه ملون. في واحد رابع ما تعرف يا اخي العظيم، انا جاي قبلكم هنا في سكاي لاين ما شفته؟
بدك يا الجوال وشو يضخم صوته مسوي نفس الرجال حلو حلو اذا صنعت هذا كلامه هو يا طول عمره ما لي دخل ترى دخل موترك اي تطلع الموتر واحد ها انا يقول انت تشبه ذاك اللي يقول دخلني زك تطلع نطلع نطلع داخل كلمه هو مش حتى ولا تطلع لي انا اقول لك يلا ايش اتفل لا 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 وين صعبه صعبه لا لا ما اقدر ما اقدر واضح واضح انه انسان كفو بدخل موتر البنات خلاص خلاص اصبر عنك انت وياهم بدني احنا نروح تجيب خلاص يلا تبي شيء انت ايش اسمك انت ايش اسمك انت غصب عنك ايش اسمك انت قلت لي مالك شغل ادخل داخل يلا طيب يلا بدخل الحين يلا ادخل ما راح ادخل يعني تبي التفاضل يسري بشكل غير سليم انا قدامك خلاص راح انت عند اخوياك وانا تاكي هنا طيب اسمعني يما هذا قالوا جي على السيارتين هذه وهذه وجي خروج امن معك اسمع ولا لا كم تاخذ كم تاخذ بام اللي معك ارجع ارجع جاي اسمع ولا لا تي 7 يعني 03 واحد غير جاي حلو حلو صحيه شمال وجي فك 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 اشخاص عند براينتين ابو مش وينك اصدق اصدق من الله خذ ابو عبده عشان تجيبون هلا هلا ايوه قول لي انت لك كم سنه تشتغل في الاسكرية ثمانية سنوات بس سنوات م. ما شاء الله الله يوفقك ان شاء الله اجمعين كم لك انت انا اجرام انا اول مره اسرق مساكين انا شجع انا شكلك متوتر انا اشجع نفس اللون هذا تشوفه باي لا زيب انت تشجع وشو جاء جاء الفقراوي جاء جاء هذا نصراوي يا طول العمر هذا نصراوي ايه مدة خروجكم الان 7 دقائق لا هو عليه هو انا ما لي دخل بس بقول لك شيء شنو قابلت واحد اليوم اتحادي مسعف قال لي تبي غاز مسيل دموع قلت له لا عندي غاز مسيل دموع قال وشو وين اللي قالوا هاتوا خلطنا خلطنا والله سيل الدموع صدق لا عشان خلاص وين اللي قالوا هاتوا 12 الله بس ترى طول عمر هذا كان يسبق قبل شوي سليم ويلكم باك يا مزبا الله هلا ويلكم باك هلا والله سبقتني وكشفتي على رهائن خاطفهم هذا لا ويلكم باك تعرف ليش لانه يقولون انت دي انت شو اسمك انت انا اسمي جوري هذا والله جوري الله كلكم دا ما فيك واحد انت يا علم شو اسمه لما علم لا لا يرحم امك اسكت شو اسمه لما علمك ها علمك شو اسمه خويي لما علمك هذا ايه انت وناديت علي علي نونو لا تفهمني صح هذا لا شفتني كذب ولا توني جديد على الحياة تعال قولي هذا علي النونو الله موليد أمس حنا صح انت الا انا يا طول عمرك اكرم عليك طمع هذا الرهائن اطمن بروح شوف تشكيلتكم تكفى خايف والله اني خايف منهم لا لا ادخل ادخل داخل بشوف من هنا مين في كلكم جوا في سبب الى سوء الحالة احتاج وحدة حاليا توقف عند الباب تجنبا لخروج اي شخص من الداخل اثناء دخولي للطمع على حياة الرهائن ندخل معك ندخل معك هنا احتاج وحده توقف عند الباب اثناء دخولي اطمن على حياه الرهائن يا ابو ساره اه مشكلتكم ما عجبتني السبب ايش رايك تدخل جوا السلام عليكم ايش اسمك انت يا عسكري دقيقه 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 لك الامان في الداخل يا طول عمر تقدر تتفضل يلا تعالوا يا السلام عليكم سلام عليكم اسم الكريم والنعم والله الزين يا ابو ابطلي وش اسم العساكر اللي هناك يا اخي والله اني احبهم عدل هناك احبهم انا من فيه
نادي يمكن ينادون يسمعون فيك. حيا الله ابو ساره. هلا بالشيخ. كيف حالك؟ وش اسمك؟ شو اسمه؟ وش اسمه؟ هذا اسمه الحربي صح؟ من في هناك عساكر؟ ابغى اعرف العساكر هناك منهم. لا ترى ممكن اسلم نفسي، ترى ممكن اسلم نفسي بكيفك. شفت ترى حياتي بيدك، تسليمه يد، اسلم نفسي لكم بيدك. شوف كيفك، ما تبي تعلمني؟ مستخسر علي تعلمني وين العساكر؟ طيب وش اللي تضمنك تسلم نفسك لو علمتك يعني؟ يا اخي احتماليه يا اخي، اسلم نفسي ليش؟ لو في احتماليه 1% المفروض تسويها بكيفك انت، الموضوع راجع لك انت يا طويل العمر. طيب موجود بي 1، موجود بي 0، موجود بي 3. ما شاء الله يوفقكم ان شاء الله على قوة الله بالله. الله يعينك، يكتب لك اللي فيه الخير يا رب، يوفقك ان شاء الله، يبعد عنك كل شر ان شاء الله، على حوالينا وعلينا يا رب. يلا انك تعينه يا الله. ايوه تقول لي يا ابو حربي وكيف الدوام معك؟ مسوي خوي هنا ايش؟ اقول زين زين. مشتاقين يا اخي، وين الناس؟ من زمان عنك. اي ايش دعوه ابو حربي؟ ها صوتك بعيد. قول اول مره اشوف. ايش دعوه ابو حربي؟ نسيتني؟ ما اعرفك. يوم عزمتك على برقصة. شو اسمك؟ ها؟ قول شو اسمك؟ اسمي خلوتشي. خلوتشي؟ اي. استغفر الله. استغفر الله. طيب تبون نحط تصويت؟ رايكم؟ نحط تصويت نشوف الامور. يلا يلا بحط تصويت. ها وين اللي قالوا خلطنا خلطنا؟ نهرب 5 دقائق. ايه لا انا حاط نهرب ايه او لا. صحيح يا طول العمر، اكلمك انا يا مفاوض. هلا والله. هلا هلا بكم على هذه وهذه. ايه كالتالي. اسلم. المدة 10 دقائق. دخل خارجي يفشل. تصليح مركبة اي شكل مشكل يفشل. توجك البحر يفشل. اللي يبغى يصوت يصوت يا جماعة. شو بعد؟ اسلم. مثلا 02 وجامع مركبتين بي ام 5 كذا كلام. طيب ركز معي. سألتك بالله بي 3 موجود؟ بي 3 سألتك بالله ان ابو ساره قال بي 3 موجود. انا على خبري انه مسافر. اي لا والله صح. شوف الكذاب الحيوان خسيس لعب علي الوضع. ذكرته لا لا خلينا نرجع موضوعنا. انا تذكرت السفره، تذكرت قصه واحد. اسلم. ايه في حال انك نزلت من المركبه بيدك سلاح لك 10 ثواني ما دخلت بنطق على اطرافي. زين ايوه. ايه شيء ثاني ايش قاعد تضحك انت؟ انا استر. اسلم اكمل خلاص. عرفت وش الموضوع. خلاص
اي موضوع؟ موضوع السفر او موضوع الخروج؟ لا لا موضوع الخروج. لا الله يصلحك الله يلعنك. لا لا داخل ردا يلا. راسي راسي والله راسي. السلم وين رايح يا ابوي؟ طيب ايش السالفه؟ ايش فيك بتغرق انت ولا شو؟ عشان خطم الحين نجهز نفسي. ها اسمع، شفت خوينا ذاك؟ اسمعني وين خوينا؟ شو اسمه العسكري ذاك اللي اسمه ربدن؟ ايه يقولون مسافر. يب يب شفت قصد يموت يموت في اللي ذا ابو معالي ربدن. يا ابو دا تكلم اللي معي في الرأي في الجوال. استغفر الله. ثاني وكلمة. راسي راس صدع. ثاني وكلمة. ليش دام انت مش صم؟ اسمع. يا غواص. مع كولا مع كولا، احد مع كولا يرحم امكم. دفري دفري كولا. اثق انك راح تمسك طعم القهر. كم التصويت وصل؟ اصبر. الله 468 الف مصوتين انه بهرب. يا ساتر شباب انتم لدرجه واثقين. اسمع هلا، انا باقي الورا عند الخزنه على ما يخلصون توزيع. تمام. كيف سواقتك انت؟ وشو؟ وكيف سواقتك حلوة؟ ايه حلو. ايش؟ عرفت تبي تسوق سكاي لاين؟ ليه انت ما انت واثق ملف؟ ويلي ويلي شكله قلاص من السيارة. هم اساسا ما يوزعون على سكاي لاين، نادر يوزعون، بس اذا وزعوا وزعوا خلاص. اصبر 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 اصبر. كلها بعلي النونو. السلام عليكم. اي والله هذا لعدو هذا على طول. اعدام علي النور صحيح مطلوب. هذا مطلوب ايضا مطلوب للانتربول. من هذا؟ 109 الى 115. ما مات هذا الله يلعنه. ابو جسر وش الطقم؟ ايش رايك؟ براي صدقي ولا استعجلت يا ابو جسر؟ والله استعجلت يا اخي. انت انا عبد جوك انت يا كذا مخسر وضيق. هلا حسو، هلا بالزين. السلام عليكم. سلام. وش اسمك؟ ايش؟ ابو سامي. والنعم خيرة الرجال. اليوم بس صح؟ بس اليوم. يارك الجنة. اسمك ايه هو؟ اسمي خلوتشي. خلوتشي؟ هذا خلوتشي؟ ايه تغيرت. انت شو اسمك قلت لي؟ ثلجي فحسيت غدر على ابو سامي. والله بس في غدره. انا شو اسمي؟ خلوتشي. الله يا في ديتك ولكم وليد. عليكم السلام ورحمه الله. هلا حسو كيف اموركم؟ طيب حسو ما وريتك حسوسي. كيف ها هذا فضح الخطه هذا حقتهم. هذا ايش اسمه بيوم بس زفت. وانت تعرف ليه؟ لا بالعكس خرافيه مره وما يحتاج رايك. الله يسعدك. اللوتشي قلنا يغيرون الخطه خلاص وضحكم. هذا اللي داخل هذا يحب البحر الله يهديه. تدري ان حاط 500 الف اللي يمسكها في البحر؟ وين هذا
هارب من شواطئ المالديف. اي هذاك مالديف. كلامه هو كلامه حاط رهن يقول 500 الف اللي بيمسكني من العساكر. من شواطئ مويلح. خيسه مخيسه بسامي. تفضل بسامي يلعن نظام الورعنه يا شيخ. ليه؟ لكن والله ابي اتكلم. ترى اني زعلان. ليش زعلان حسو؟ ايش دعوه؟ حسحوسي فيهم الخير والبركه حسو. والله ودي تزيد دس بس عشان اقول لك حسو. مخطوف مصري. لا مضامكم التشكيله كلها بتعجبك. ترى مسجلها عندي تقول ها صديق. شغلها تبي تشغلها؟ شغلها في المكسر. غير ظهرك. ترى مو بس وديقل حتى انا ديقل. سلام عليك الامور طيبه. اي الامور طيبه عليك. انا جاهز من الان. نفسكم يعني؟ جاهز من الان يعني ودك تكلم نفسك؟ لا خلاص تعقل. ليش لابس حتى تغوص طيب؟ اذا فيك خير الحقني. كان على طول اطب اي سياره جاي لك حاط 500 الف. هذه 1000 بي ام. بي ام؟ قهر. انا بسوق البي ام. اطلع سكاي لاين واذا ما مسكتك ايش نبي بحلقه؟ يلا. بجلس اعرفهم على راس دراجة. اذا مسكت اللي بسكاي لاين هذا راس دراجة. لا 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 انا ابيك انت. ما يعرف. ما يعرفونه؟ والله انتو انت راشد الراشد. اصبر اصبر انت انت ايش فيك يا طول العمر صوتك كذا؟ انا مش للاستعراض. هذا راشد الراشد يعني كلنا شو طالعينه بالله. الله الله يغفر لك ان شاء الله ويبعد عنك كل شر. رهينتكم طلعت رهينتكم. حسبي الله من كان السبب. ما عليك ما عليك. حسبي الله حسبي الله. يا سيف ايش رايك نفك الرجال المساكين ذا وخلاص؟ انت شفت الرهائن طمنت عليهم جاهزين انتم الخروج؟ الله عندكم دقز. ادري ممكن تخليه يجي يتكلم معي. شوف ابو الكلب هذاك. هلا غير صحيح. ليه تفهم لغته؟ الله يخليك. لا بتفكه ب قاعد تحاول عشان اتكلم مع ابو جسره. ابغى اتفاهم معه شوي. خليه يجي تقوى. ترى عندك ما يدخل ترى ممتاز. انا ربيك يا الكلب. طيب الوحدات هلا سرقة ما خلصنا سرقة. جاهزين جاهزين. جاك راح دراجة. أنا مركبات. هلا والله. هاي هاي دوجز. والله والله يا دوجك زق يا أبو نونا. هذا جوي أنا. والله يا أبو جسرة. أبو جسرة ناوي. والله يا رجال ورب الكعبة عليه طقم زي الخرا. خليه يصيح والله خليه يصيح البرع. والله عليه طقم وه. إيه في طقم. دائما أطقم زق. ياخذ اللي فيها ديسكاونت. انبغض هذا اللي من تيزر اصلا صارفين له. اول يوم دراسه يعني الطقم يا شيخ. الطقم هذا تاخذ مع واحد مجانا ضيق مره. والله ضيق اللعنه. شعرت حق والله صغيره بعد. قبعاه والله زق مو على راسه مو على قد مقاس يعني. شوفوني عندي ارض كثير كلها زق كلها زق. خمسة طقم بعشرة دولار يلعن ام نظام التوفيق يا شيخ. افكر هنا يجي يدب عليك يا ابو جسرة. ترى شاري يقولون ماكينة ماكينة هوائية حقت طبخ توفير. مش لابس عدة الغوص يا علنونا. يلا بلبس الحين. ما عندي ما عندي على خطة ثانية. على خطة ثانية خطة براشوت انا. ها ايش صار لك؟ يا الله والله لو تطلع والله هوشت لك يا لطف. والله اني هوشت لك يا لطفة سامي. يا السلام عليكم. مجال يطلع ابد ذا لا تعطيه هذا ما نعطى وجه. السلام عليكم. خله يجرب يركب والله لا تزرك.
شو اسمك انت؟ ابو داحم. داحم ما شاء الله. داحم انت وشو؟ انت متدرب انت؟ شكلك متدرب، معطينك مسربينك ملابس. اللبس الزين ما شاء الله ما شاء الله، فخم فخم ما شاء الله. يا متدرب انت الفخم يا قلبي انت يا عمري يا صغير الرتبة. ليتك تعلم اللي وراك كيف يلبس. هذا ليتك تعلم اللي جنبك كيف يلبس. ايش؟ ايش دعوه وش في لبسه ما شاء الله وش ذا الزين ما شاء الله. كلكم زيون. دخل حصة فنية من وجهه. يا مواطن ورد. استغفر الله. عيد عيد ذب مرحك يا ابو سنو. ما هي ذبة. ذبة يا ابو سنو. كيف حالك؟ معك يا بي 3 كيف اقدر اخدمك؟ ليه ما تباشر على الشالنجر؟ ايش؟ ابو سنو ايش دعوه؟ تبغاني اشيل ماس؟ اقل بس انا سليمان خلت نفسك رطب عالي وانت اقل واحد رطبه هنا والله من ربع. اسمع المسعف اعلى من الرتبه يا رجال. الكلب اللي طلاق او شيء وربه كامل اعلى من الرتبه منكم كلكم والله. الكلب سنه مبشر ترى وانت مبشر 3 الله يرضى عليك مبشر 3 نعم مبشر 2 صح؟ ما راح ارد عليك بحكم ان عندك رهائن بس ان شاء الله بعدها راح ارد عليك. لا مسكت يلا يلا ما علينا. وش بتكتب تقرير علينا؟ ابو سنو وين وين الشباب؟ وين عيد؟ وين الشباب؟ موجودين موجودين. دق عليهم طيب يفزعون لك. خلاص انت دخلتين صح. ابو جسرة لو نخلي ابو جسرة حاضر انا نظامكم يا ابو جسرة. انتم الحين تقدر تحولون الى فاشلين. نحاول فيش؟ تسرقون يا رجال. ما نبغى نسرق احنا يا فاشل. بيسرق سرقنا. ايه الله يرحمه. بس والله الطقم اللي قبل شيء كان عقاب ولا تحدي؟ خسران تحدي يا ابو جسر؟ لا 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 كان في ثلوج الصباح اليوم. اه والله توقعت خسران تحدي ومعاقبينك ولا شيء. لا 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 صدقني كان بس في ثلوج يعني وباكس لبس. لا والله حياكم الله يا شباب. الله يحييك. اي والله ابو سنو وابو سامي وجسر هذا تشكيله طيبه والله. من هو ابو سنو؟ انت خيارك. الله يسلمك اخي. مسوي فمه ترى واضح مره واضح يا حبيب. انت شوي طالع اندر كفر يعني. دقيقه بحاول استرجع لك ذكريات. طيب طيب اكبر جسر الحقوني ما فهمت وشو كذا اوريك اعرفك نفسك. فار عجبني عجبني الجو اللي ورا والله. قط الصورة صح. هذه صورة اخذتها في ايام كان في اعدام في ساندي. شو اعدام ايش؟ ناس الله يرحمهم ان شاء الله. اسمع يا ابو سنو اسمع اسمع. دقيقة هذا كنا سمعت هذه كنا فيها. اسمع يا ابو سنو تعال اسمع. كل العالم هبة معظمة أعمالنا تدرس أقوالنا تفرس هي عقل الريب نعتبر محنا بقرب شوارع أو عصابة هاوية محنا الريبن تبيت لما عاجزتكم ناوية ناوية حذر يا سيد ضربتنا داوية نحترم جثما عدونا ونرك تحاوية على عروش الريب اسمنا يا استاذ بصمه مجرد انسان عادي مثل من اسمع هذا اللي منا وقف 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 اسمع اصبر يا اخي اصبر اسمع مسوي طالع منها ها مسوي طالع منها. انصحك تجرب ابعد خليك بعيد على نفسك لا تخرب لا تسال لك طبيب روح اسال لك مجرب. احنا يعني مين يقدر علينا لا حافظها يا ابو جسره ما شاء الله. واسمع يا ابو جسره تجارينا راح نطير من عندنا لو نسمع صوتك يعني كبر مره. اه بس ابو سنو ها يوم طلعت الماضي يوم طلعت الماضي ندس ابو سنو الواضيع. تعال تعال شيل شنو صدري يا توقع يعني توقع يعني انت مسافه الريفن يعني هذا فهم منك يعني اي تقدر تشوف يعني لو تعرف احنا بنهرب ممكن تعرف تحسب ان احنا بنطلع كذا بس عندنا خطه درسينها عارف الريفن يعني احنا عندنا خطه درسينها لنا 3 اسابيع اي 3 اسابيع صحيح
كل خط يعني راح نمشي فيه في كل شارع راح نمشي فيه له مغزى. ترى ما يظهر زعيمك ولا الزعيم. حسب الزعيم جالس في احد الاماكن يشوف خطتنا في الايباد. اه بلاك. اه صدري. ايوه. كان كيف بيده قلق اي تراك بالوضع يعني. صحيح. يا ابو ذا حق دخان. ايه. عطنا قصرت عند ربك. ايوه قل لي كيف امورك الحين احسن؟ طلعت سلبيه ولا ايجابيه؟ اكفى قل سلبيه. قل سلبيه ولا ايجابيه؟ والله المره الاولى سلبيه لكن ثانيه ان شاء الله انا اليوم ان شاء الله انها سلبية بعد ان شاء الله يا رب. ايه ان شاء الله سلبية. انت سلبية؟ انا؟ ايه؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله. انا قبل ما ذا كنت تعبان اصلا فيعني في الحمد لله جت على مناعة. ايه الحمد لله الحمد لله. تحصن تحصن. الحمد لله. لا لا مو متكرم مو متكرم الحمد لله. اعترف لكم باعتراف امين. امين. وشو؟ بعترف انا مين؟ انت مين؟ انا البيك بوس. اه البيك بوس. صحيح. انت بيك بدون بوس والله. استغفر الله العظيم. اي استغفر شفت كيف اكسف اكسف فيك اجر. وش رتبتك انت؟ انا؟ اوفيسر 3 ديتكتيف. اي. اسلقها اللي كان معك قبل شوي على من الرتبة يا ابو جسرة صح؟ ايش؟ اسلقها اللي اسلقها الا اسلقها هذا راشد راشد كان اي اي هذا هو ايوه هذا اعلى منك رتبه الله لا يبلان استغفر الله لا 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 في 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 ترى سلم للكلاب وفي سلم انا والله شوف ابو جسر ما يرد عليه عشان الرهان اللي داخل بس والله باذن الله بالزنزانة ما دفع على كلب انا ما قلت شيء انا ما قلت شيء انا ما قلت شيء انت قلت ايش اسمه بنفسك يا ابو جسره انت قلت فيه سلم كذا انا مالي دخل ما قلت شيء انا شوف ترى انا ترى انسان شفت تراني انسان سيده وما احب اغلط على احد ولا شيء بس سالت سؤال انت ليش تفهمني غلط ليش تزعل سالت قلت هذا اعلى منك رتبه ولا لا بس ما زعلت والله ما زعلت كويس الحمد لله قلت لك انا الحين بحكم اني انا يعني ذكت فعرف اتعامل مع الشخص اللي قدامي عندك رهاين اخليك تاخذ راحتك بالعكس انا ما قلت انا ما قلت شيء انا ما قلت هذا اعلى منك رتبه ولا لا بس هو صح صدق سلقه هو سلقه ولا لا مو سلقه هو نوع من نوع الحيوانات كلب طيب هو اي كلب خلاص الكلب اللي قبله شوي اعلى منك رتبه اي اعلى مني رتبه خلاص بس هذا السؤال بس ما قلت شيء انا ايش هو رتبته اصلا سيرجنت كيناين هذا خلاص اوكي يعني انا بنقرا تجلس راح اخليك تجلس تسولف معه ان شاء الله في الزنزانه اذا مسكتك والله هي شوف اذا بتترجم لي ما عندي مشكله عاد تفهمون بعض ان شاء الله ما عليك استغفر شباب جاهزين؟ انا جاهز هكرت هكرت بس باقي الباب يفتح الحين لا المدرعة جاهزة ابو نونو هلا اسمعنا زين عمار شكرا على 9 شهور انا بسوقه طيب حلو قبل ما تطلع اعطني خبر عشان اعطيك الخطه انك طيب السؤال اللي معي اللي معي اللي معي اللي معي مو ابو محمد الثاني ابو فهد ابو فهد ابو فهد ايوه يعرف الخطه؟ معلم 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 اذا في خطه خليته يسوق هو عادي اعطني
اعطني اياها. طيب غادي ابو فهد بكلم انا خلاص. اجل اجل لا انا بطلع من الموجه وعلم الخطه كامله. اطلع من الموجه، اطلع من الموجه وانا شو اسمه هو بعطيه مفتاح السياره. انت بتسوق اسكلان وبعطيك الخطه. طيب كامله تمام. اذا طلع من الموجه علمني ابو فهد. ما ابغى امسك ورب الكعبه لا يشل وطوني والله. والله ما تمسك باذن الواحد. شغلي على الموضوع، شغلي على الموضوع. ارجع اليوم عشان افتح. طيب طيب خلاص خلاص. اذا طلع طلعت 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 تمام. احتاج نكون بالخلف هناك لين ما يطلعون. ما تنزل لك تيشيرت او هدي خاص، نقول ان شاء الله مع الوقت. الله يسعدك. عمر شكرا 9 شهور الله يسعدك يا رب. طقمك يا شو اسمك؟ من اديداس. انا اسمي خلوتشي. خلوتشي تعرف تغني؟ انا؟ ايه لا مالي في الغناء الصراحة. شي مغني؟ ها؟ لا لي في الرقص بس. ايه يبي ارقص لك؟ تحب ترقص؟ ايه ما شاء الله هذه مواهب عندك؟ ايه عندي مواهب مرة. وش مواهبك؟ كثيرة بعدين اقول لك الانفراد. ما ينفع احنا في مكان ما يسمح اني اقول لك وش مواهبي. اي والله تخيل ترقص قدام العساكر كلهم المسعف عادي جدا. نادهم الحين ارقص لهم ما في مشكله. وش فيها رقص مو بيب متعود ترقص؟ ها ايش نوع الرقص اللي ترقصه؟ شو اسمه شيله و وش اسمه وخطوه. او الخطوه ترى انها فنان في الخطوه. اي عرضه تعرف ترقص عرضه انت؟ هي في خطوات. ايش اسمها خطوه هنا سلام؟ اي في خطوه ولا لا الخطوه جنوبيه والعرضه نجديه. لكن ما تدري انت في الامور هذه. اي بس سيوف. لا اعرف اي لا لا احنا حقين الخطوات. لا انا شو اسمه مع شو اسمه اهل نجد. انا الصراحه ايد اهل نجد. نعم والله الله يحفظه. الله يسعدك. فيها شيء الرقص الحين ولا ما فيه شيء؟ لا لا هذه شوف شوف انا اقول لك يعني كخطوه وهذه هذه هذه تنفع يعني هذه علوم رجال. بس في رقص عز لفيتها عليه صح؟ اللي يهزها هذا احنا يعني ما نقبله. هك وجهة نظري. أيوة شو وجهة نظرك؟ إيش قلت لي؟ يعني في رقص يعني زي الخطوة زي العرضة النجدية زي الهذي هذه أوكي مقبول. أيوة هذه مقبولة دارين. في الحين جاي الرقص الجديد هز أكتاف ورقبة. لا لا هذه ما 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 مالي فيها أنا مالي فيها مالي فيها عود بالله. شش شايفني أنت قدامك. أوكي اسمي خلوتشي بس مو كذا يعني. ما ادري انا اعرف انه واحد اسمه خلوتشي كذا محني دقنه ويهزها. لا 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 اعوذ بالله هذا السمع عليه ما ادري صراحه. مالي في الامور هذه انا انسان سيده. افك الماسك شوف بس عندك انت محني دقنك. شايف اني مخفى قدامك الماسك العظيم. العب على غيري. العب على الكيناين حقكم مو بعلي. نفس التفكير يعني انتم ها؟ نفس التفكير. أعلى منك رتبة فلا تسولف بالله. ما له ما له علاقة. أنا أسألك الحين سؤال يعني أنت هو نفس التفكير يعني تقول لعب عليه. إيش يعني رأيك أنت إيش رأيك؟ بطفشة 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 بكرها كذا. أنا أسألك أنا. إيش قصد ما فهمت فهمني أكثر إيش قصدك يعني؟ أنت تقول يعني هذه أنصبها مثلاً أقولها على الكلب حقكم. صح ولا لا؟ برضو ما فهمت. كنسل كنسل السالفة. ليش ليش دعوة تعال كمل السالفة. ارجع اللي يطلع من هنا راح وخر على السياره. انت ما انت متفاوض عشان تقول ارجع. خلي المتفاوض يجي. حاليا صرت المتفاوض. لا انا الحين مفاوض مستخرج رهائن. عرفتك عن نفسي وريتك. اوه انت مستخرج رهائن والكلب يطارد. لا لا دي ايوه اسلم. ايش كنت بتشرح لي انت قبل شوي؟ كانت عندك سالفه. معليش قطعتك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته مودي. اسلم. اي اسلم جاهزين انتم؟ اي بس عطنا دقائق بس اللي ما عليك امر يعني. احنا باقي ما جهزنا. ما في مشكلة. ما تخافون ربكم انتم تسرقون فلوس الناس. والله شوف يعني لا 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 يعني انحدينا وش نسوي عاد؟ ارجع 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 جوا. ايوه ايش تقول؟ فلوس الناس
ايش يعرفك عدد فلوس الناس اللي هنا؟ هي اللي حرام ولا بحرام نسرقها؟ تعتبر فلوس ناس. لا تبقى حرام. إيه سرقوها سرقوها في الخفا يعني، نصبوها نصبوها في الخفا. انت نسرقها نسرقها. هلا هلا يا معك ادفانس لوك بك؟ ادفانس لا ما معك. تعال 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 تعال، تبي معي عده ومعي معي ادوات ومعي ايوه بس جبها 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 جبها. شبي بالادفانس لك بك عشان يفتح الخزنه. مو الخزنه يفتح اللي جوا الباب. لا الباب الباب اللي جوا مو بالباب الاول. الباب الاول تو يفتح، الباب هذا الكبير ذا تو يفتح. اوكي فاتحين اصلا من زمان بس انه يطول، هو يجلس ربع ساعه نص ساعه. شرفك انه يطول يعني، ما هي اول مره يعني. وشو في الواحد اذا جاي يسرق يعني ما ياخذ معلومات عن البنك؟ شيء طبيعي انه بياخذ معلومات وبيعرف كم ياخذ وقت ويعرف ويعرف، مو بشرط انه يسرق دائما. تعرف ترد يا اخي تعجبني، في بعضهم ما يعرف يرد. بالله يثبت على نفسه، اي يثبت يقول لك اي اعرف هو اول مره ويهايط. لا بس انت تدبل عليه. لا 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 يعترف بنفسه ما يقدر ينكر. انت واضح توك جديد انت بالعسكريه، مالك ثلاث شهور اربع شهور صح؟ لا صار لي اربع ايام. ما شاء الله كويس. اي الحمد لله من كفاءتي الحمد لله، مسكت ناس بس الاعدامات كانت قبل ثلاث اسابيع، فكيف تقول لك اربع ايام مداوم؟ او لك متوظف اربع ايام؟ وقتها أيوه؟ كنت اراقب بس افكر. سبحان الله ما تعرف ترد الصراحه، حسبتك خبره اكثر. اذا كان سؤالك غريب ارد عليك بجواب اغرب يعني. عندي تجي تقول الحين عصر اقول لك لا. اي انت وتقول لك متوظف لك اربع ايام ووصلت الكفاءه هذه، وقبل اسبوعين ثلاثة اسابيع كنت في الاعدامات، فكيف عسكري متوظف تو وانت كنت في الاعدامات؟ امام المصرف صار دقيقة يعني. انت في سيارة بتروح بس؟ انا في البيم. اجل بجي معك. 02 دقيقة ندخل الموجة. يا اللي في المصرف خلصته ولا باقي؟ يلا يلا قاعدين نشيل الحقائب بس. يلا بالله تكون اللي برا جاهزين؟ ايه جاهزين ابو فهد عرفته صح. حلو ازهلنا ازهلنا يا عيال ورب الكعبة ان هذا مو بيستقعد لي. مو اللي بعده لو مسكني قلبوا نونو. وش تقلبوا نونو؟ العسكري في عسكري هنا ورب الكعبة انه ناويين نية والله. لا يتكي معي في الزنزانة اربع ساعات ما عنده مشكلة والله. ما يمسك من هو؟ ابو داحم اسمه. يا ابو نونو والله ما يمسك. من هو؟ اسمه ابو داحم. لانه بيبصمني، لو بصمني باكل تبن. شغل كرسي الاعتراف. ايوه وانا ما نفع صراحة، انا عندي في البيت هذا جهاد صغير كرسي اعتراف واجد. ايه انا صراحة خلقه صراحة صراحة عندنا عبيقة عبيقة ترى يبي لها تفكر واجد عشان تفهم. ابو نونو لا تشيل همه لا تشيل همه، اقدع عليه والله لا تشيل همه. لا لا ما عليك ما عليك، امور طيبة. باجي عندك عطني مفتاح من الحين. الله يلعني يا ابو نونو، لو ما تركب بسرعة عني لا لك. هادي 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 هادي. ما ادري وش الخطه، ما ادري وش الوضع. الزبده إيه بس حاول حاول انك تستعد. انا يا دي 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 السواق تراك تعرف السكالين، ترى تكون انت مين انا بكون يسار، فاعرف ذا الشيء. ها لا تخاف لا تخاف لا تخاف ما في مشكلة. يا ابو نونو وضعك في السليم. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، مش اظنك بخليهم يمرون. طقطق طقطق والله انا على جثتك والله. تكفى لو تنطرح والله انا على جثتك والله. اقول لك الله يعزك، معك شيء يسوى سلاح شيء؟ ايه ارجو دائما. انت وينك رجعت مكانك؟ ممكن تعطيني رقمك عشان بعد ال خلاص خلاص تبي ما راح تكلمنا تخلصه. يلا يلا ابو محمد قاعد تشيل الحقائب بس يبغى له اعطني رقمك. لا ما راح اعطيك رقمي ابو محمد اذا تسمعني انت. طلب غبي لا
زين ابو محمد راح بدق عليك ان شاء الله بعد السرقه. اخذ وقتك ابو محمد المطارده. ايش يعني نظام انك تهرب؟ قول ان شاء الله. والله شوف انا ما احب اقول مو ان شاء الله، ولكن هل انتم جاهزين؟ بس عطنا بقى اخر خزنه خلاص انتوا حاليا باقي لهم ثلاث دقائق اقل ان شاء الله. عطني دقيقه خليني اتاكد خلصتوا ولا لا. ابو مشعل في ابغى اغاني، ابغى شيء اشغله. ايش فيه؟ ابغى شيء اشغله. ولد وش شغلت انا؟ اصبر ما عندي سبوتيفاي يا ولدي، ما استخدمه هنا. ويوتيوب يوتيوب اي والله ما استخدمه، ما استخدمته ابد. دي دي اشوف لك ماي انمي انت بعد نرفزني اطق انا وياك الحين. حلبة ام الاغنيه لك ايش ماي انمي. سلم 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 الأغنية. إيش هذا ولد؟ يا سلام يا سلام. إيه حسب الله الأمر كده. يا سلام يا سلام يا سلام. إيه هذا الشيء بالعسكري؟ الشيء بالعسكري ذا طقه طقه طق الكلب طق الكلب الحق الحق طقه طق الكلب. لا مو براضي يطلع، انبعثت الخطه كلها. طقه 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 العنم مو طيب قاعد احاول. ادري ادري انا بنتظركم هنا. ها أروح أدورك. جاي 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 نادي وحدات. ها تعال تعال بنمشي 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 بطير 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 تعال بالله بطير فيها. راح طير طير راح طير طير فيها طير فيها. عبود عبود اركب معي عبود اركب معي. راح راح غادة اسمعنا أبو غادة. عبود اركب معي. إيه غادة خذ راحتكم طاردة. ها هذا بروح ألعن أبو الطيب في هذا العسكري. عوافي عوافي جايز. لا 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 بلعنا بالطيب فهلا ترى طقيت المرافق طاح بس باقي السواق. ها شنو له خلينا نشوف ايش في اغاني. اسمع خله 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 طق 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 انا اسحب عليه اسحب عليه تكفى اسحب عليه 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 اسحب رياضي أكثر رياضي أكثر. أو يعني أنت أخذ الملابس أديداس والشوز يعني أفضل يعني تنصحني فيه؟ إيه جيد هذا. هو
وين كمان انتوا بنفس المكان؟ لا 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 انت خلك اسمع انا محمد ابو محمد. طيب نروح نصلي يا اخي. الشوز ولا اللبس؟ ليش تسقط؟ اللي كلها صدعت منها تصدع. طيب ها كان المحل اللي صارنا ما معي واجد يا رجال. طيب مكان بنحطه مكان ثاني. ها ما عليك اعرف مكان ثاني. وراك عسكري غريبه بالعاده ما اعرف انه اول مره ادري انه يبيع اشياء ماركه يعني. ايش دعوه؟ في محل اللي عنده مجوهرات برضه كويس ترى اخم وعنده ان شاء الله بعدين في الزنزانه بيك اخذني هناك ان شاء الله. وراي انا عشان كذا اخذت رقم مكان احتياط بس عشان يعني طلق طلق قاعد يطلق قاعد يطلق قاعد يطلق لو قاعد يطلق قاعد يطلق. وينكم 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 وينكم؟ لو ما خلينا هذا يعني صادق عليك واعطيك المحل اوصف لك اياه ندور عليه على طول. ها اذا دخلنا النفق بنحاول ندور عليه. انت من النوع اللي لما اذا مسكوا يقولون تكفى خفف ولا خلصني خلصني بسرعه؟ لا ان شاء الله اذا مسكت. اتمنى تراعي الوقت الان اللي انت شايف فيه الرهينه والوقت كذلك اللي جلسنا عندك ان شاء الله. زي ما قلت لك ان مسكتني ما راح تشوف مني اي شيء يعني ان شاء الله. اخي يعجبني الناس اللي واثق انها راح تهرب. مو بشرط مو بشرط انه واثق اني اهرب ولا. عليكم السلام جهاد ويلكم. هلا بالزين. هلا والله هلا 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 بالقلب شوق اكثر والله. ايوه تقول لي عليك ابو عزوز. اقول لك يعني انا وعبود زبنا معلي يعجبني الشخص اللي انا ما يهمني من العيال اللي برا بس اللي داخل انه راح يهرب. ايش ابو مشعل بالذات اذا يعرف ان في كفاءات يعني موجودين يعني مثلا مثلا عندك خلنا على نفس الخطه معلش انا نعم والله تبي ورا السيف لا لا تطلع الحين لا لا خلي ولا هم في احد كان يمدي العيال ما حد استنقص فيهم ولا اي شيء. تبي اللي ورا الجروب ما ادري ليش انت قاعد تاكد هذا الشيء اصلا وانا تشوفني قاعد قبل شوي قاعد اسولف معهم. ما ادري عندك روح شوف عندك تفضل. اول ما جيت كنت قاعد اسولف مع مين انا ومن كلمه تفاضل اول. طيب وين تبيها انت؟ لك يعني المفروض انت تخاف. انا نفسها بس انا الباعوص ذا هو تخاف يرجع يرجع نفسه. اسس طب عندك ترجع لو اني اخاف ما كان سرقت صح ولا لا؟ تراك انت ما طلبت بعضهم يسرق تويتر بس انت واثق انك انت يعني شخص متمرس ما عندك اي توتر واثق تراك ما طلبت ابو للدرجه انك جالس تحداني. ارجع واذا قالوا كنصرف اذا واذا كمل اذا رجعت علمنا على تلفون هذه روح بسرعه. يلا انا راح نطلع الحين بنصبر شوي بس ابو محمد انا دول نايت. ايوه الابوت صعب على سرعه انا شغال على الموضوع. ايش علمنا ابو مشعل؟ خلاص ماسك الراديو وصلت فيها. ايش بعد قول لي خويك الذبيب وينه؟ راعي الذبات اللي هو بعرف ايش ترى عنده وجع. هادي 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 هرب مشى. انا بدفع جالس تقول لي مشى طلع قدامكم وطلع؟ لا لا ما طلع. حليلك شيك على الكاميرات. حمادي هلا بالزين. هلا والله هلا بالشيخ. شكرا على 6 شهور الله يسعدك يا حبيبي رزقك اضعاف اضعاف يا رب كريم. انتم جاهزين؟ ثواني بس جاهزين يا جماعه. لا 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 الحين الحين نص احسب دقيقه واحده لما يجي محمد. في واحد ماخذ غفوه بس دقيقه جوا دقيقة. هلا بالشيخ. هلا والله هلا الله اني مختفي عاد شو نسوي عاد ظروف. هلا على ربك بس ركم عسيري. اسمعني بوزوز هبطت هذا. طيب باقي الشحنة فيه؟ لا ما هي موجودة. عليكم السلام يا يوسف. احنا قريبين منك ضيعناهم بنغير اللون ونجي ترى هذا بيرجعنا بعد شوي. عسيري ما غير ولا احد ثاني ترى والله مخبط. خلصتم ولا باقي؟ خلصتم ولا باقي؟
خلصتوا يا جماعة ولا لا؟ أخوي راح أفتح الكاميرا، أفتح الكاميرا أشوف مسروق كل شيء، بس أصبر شنطة وما الشنطة أصبر. يلا يلا ما في مشكلة، بخليك مع نفسك شوي حبيبي. الله يسعدك. تفكر فكر وين اتصل عليك. لا تتوتر وانت تفكر. اتصل عليك في البيت ولا اتصل عليك في القصر؟ السيارة اللي معك. اتصل عليك في محل ملابس ولا اتصل عليك وين بالضبط؟ الله يستر. ممكن اتصل عليك في القسم. عليك انت اتصل، حنا نصل ان شاء الله. عندنا خدمات جدا سريعة ما شاء الله. يلا يلا بنطلع. ها جابوا ذا الله، احنا جاهزين حبيبي. دي يا مش موجود. تمام ابو مشعل في نفس المكان. زين ادخلوا الداخل. طيب لما اعطيكم هذا نفس الشيء ترى لازم نعمل نفس الخطه. طيب طيب بدون تسكين. عنده مشكله، عنده مشكله، عنده عمل. انا 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 جاي جاي انا ابو عبد شيء. اذا جاهزين قولوا لي. ايه وخذ حبه. احنا في الورشه اللي فوق. شوي يجي. ها شوي يجي. معليش خليك داخل. خلاص ما في مشكله خليك داخل. ايه قاعد اسمع صوت سيفارات. وين معلم؟ معلم 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 معلم. في واحد يمينه قاعد يحط سيفارات. نقول تم تثبيتك لانك اول عضو يدخل روم لايف وهو طالع بث. ما فهمت. نقول تم ترقيتك لانك اول عضو يدخل روم لايف وهو طالع بث. انا واقف قدامك بدون سلاح، ليش تطلع سلاحك؟ ليش؟ لان الرهينه يستهبل جوا، كل ما اقول له اجلس جوا يقعد يجي عند باب الطرف. لو طلع من هنا ما حد بيرجع لي، صح ولا لا؟ طيب انتم ما خلي احد. هو مش وينك؟ انت تعرف انه في واحد خذ حبه والثاني مشغول في السرقه. دليل السلاح اللي بيدي هديه من مين؟ جاهزين انت يا عاد تجهزوا ترى شوي. جاهزين 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 الاسطوره. يعني اوجه لكم على طول. ايه اسطوره الداخليه. من هو؟ شيخ الدياقل. كيف ما تعرفه؟ شيخ الدياقل. شيخ الدياقل. جسرة. ابو جسرة. يا سلام عرفته. المصري. اذا طلعت ابو فهد اعطني اعطني الاكيد. طيب يلا يلا بس. والله ما قالت. نحتاج ابو محمد الان. ما ارضى لو سمحت. كيف في شيء رجل يعني. وما قالت لو خليه يجي بقولها. وما قالت يعني مهما كان يعني. والله يا عد هذا شيء رجلك. عليكم السلام يا تقزير. طلع لك المكيتو عشان شكل الديقل اللي اثر عليك. وش الديقل؟ ما عليك. ولا تبي السيف؟ عد والله تبي الصدق؟ اي والله اني معلم على الديقل والله. مش انا جبت اللي انت خاطره. ممكن بس والله اشوف انا الحين احب اني اداوم على سيف. بالله سيف. السيف الاجرب. ايه يوفقك ان شاء الله. اسم على مسمى والله السيف الاجرب. من هو السياف بس انت؟ بشوف معالي تي 1 عبد العزيز بن عبد الله. والنعم والنعم. منو؟ ايش اسمه؟ ايش اسمه هذا؟ عبد الله دمي. عبد الله. والنعم. الله علم ابوه الكلب. مهلك زود. هذا اسمه الاسطوره. هذا اسطوره الداخليه. تربيتي بينه وبين 12 سنه. انا معلمه ومدربه. اي شكلك تحبه مره. اكيد دم واحد. بين اللي معك يعني. بس شوف اذا جاب خليه يجي السلح. وينه؟ حلو حلو. لا تغلط يا اخي. بينه وبينه وش بيجيب؟ يقول يسلح ويقول يسلح ونضحك عادي. انا يعني هو ترى تري. هو العسكري الوحيد اللي ما يجي هنا يشوفني بيعرفني. السبب بينه وبينه علاقات. طب ايش تدخل علاقات اني اعرفك يعني؟ ايه من اكبر الفساد اللي بوجهه نظري انا. العكس هذا تدري ايش نسميه في الداخليه؟ هذا اسمه سيف الحق عندنا. ايه عند اعطاكم اعطاكم على جوكم عشان تأمنونه. لا 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 ابد ما يعطينا الجون. هذا عبد العزيز بن عبد الله. لك السلام استور ملكم. هذا سد وسيف بوجيه كل مجرمين. عليك ما عليك ما عليك لا تشيل هم يا اخي. وربك يا عبد الله ان شاء الله ويديمها يا رب. طيب اسال عنك محمد جاء. ايه بنطلع. يلا يا ابو هاد تكفى معك دخان. اللي معي يجي بالصداع بسرعه. ابو محجا يلا بس خليه يطلعنا. ريدي ها؟ ها جاهزين؟ ايه يلا يلا داخل. طيب يلا تخرجنا صح. انا خلاص جاهزين الان. ابو عابد البيم اللي معك وينه؟ كم فور موجوده الآن. يا نفس مكان. حلو حلو حلو. هدوء روقان.
اصبر 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 ارجع قبل ما تبدا علمني ارجع 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 طيب وقفها واروح ذا اريد نركب معك تعرف تسوقها بيم خله خله وخر 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 تايم از ريننج تجي على طول ابو فهد يا رب يا رب يا رب تعال على طول تعال على طول تعال على طول اصبر اصبر تو ما تو مطلعني تو مطلعني طيب الودي وين اخذيها خلها خلها لي خلها لي هنا خلها لي اسمع قل له يحد يمشي على طريق اليسار واصل الدار بس طيب ابو فهد انت عندك الموضوع انت عارف كل حاجه صح ايه مالك مالك الطريق اليمين او اليسار انا اللي شفته محور خير ان شاء الله خير خير انا جاهز خير يا حبيبي انت الحين بتطلع يا عسكري خلاص فين شق يتم استخراج اشخاص بعد 5 4 3 يا ابو ذا تخرج الاشخاص من نفسك يمين ولا يسار اول ما تطلع مع الفتحه روح يسار بس اول ما تطلع مع الفتحه روح يسار امسك اليسار ما امسك اليمين لا لا امسك اليمين مره يمين مره بعدين اطلع يسار اول ما اطلع يسار الله عليك اللي قربت قل لي ها لا تنكبني كده على طول اسمعني اسمعك اسمعك إذا ذا قل لي عطني خبر ها ترى ما أدري إيش السالفة. علمني إذا قرب. يلا جو. اسمع بندخل الحين انزل وركب على معطية. دخلت. جو. أنت حت. اركب بسرعة. وقف. اركبوا على فاهم وين ما اقدر اكلف لك منها دور شنو كيف السياره كيف السياره وقف انت مين مداك انا انكبت لا مصاله مصاد في موت انت انجلد تروح صحا فوق عند ام حنين كل شيء صار خلها اركب سكروا علينا لا تطلق اركب خليه يلتهي معهم اركب تقدم قدم ما هي سلاح تطرحني اي قد شايف يا حبيبي امشي 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 طيروا معك فينا طيروا اتمنى استغفر الله والله انك رجال يا ابو عزوز الحين مرجله ابو عزوز والله انت ابشر ما عليك بنزبنك من المستشفى بس خلنا ننزل الاول والله يا حوسة يا عيال ابو مش اعترض فطوك انك رحت ذا يعني الحين مقفل انا هذه مقفلها ولا لا اون يعني مفتوحة صح؟ لو دق على أحد يطلع ذا صح؟ علي معك برشوت جاوبني لا 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 ما معي ما معي ما معي ما معي ما معي توقع هلو وين العساكر؟ عادي خلهم هنا بس ان نقدر نزبطنا قلت اقول وين العساكر؟ استني واحد من الان ام طيب المطيب اسمع خلاص هربنا صح اسمعوا تجدوني هنا تروحون بس طول عنك ما عندي وقف ما في بريك تعرف شيء وقفه يعني النيه هذه من اساس الخطه ترى انه يكون الموتر هنا يعني جابت هل تشوفونه موتر بدري بالفحص
صيد يا علي النونه في قوارب هناك. اصبر اصبر مش على سمعني فطشك. اي بس انا دقيقه. لا 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 يلا لو اطلق لو تطلق لا تطلق يا اخي لا تفضحني الله. معي اربع لوك بك تكفى. محل ملابس القريب تمام يا عيال. يب 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 تعال تعال مر مر مر. ما معي لوك بك يا علي 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 بنمرر بنجيك. انت وينك؟ عند الطيارة. عند الطيارة اطلعوا لي عند التراب اللي عند السعودية. ودي محل الملابس قريب من عندنا هناك بنام. وزع 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 خلاص وزع. انا انجرت انا انجرت راح بسرعة راح تاكل ولا يشوفونا. زين ارحم امك لا ننبعص يا دقيقة نفسي. لا بنجيك يا ابن ادم خلاص طيب تكلم وردوا بس على الاقل رد لا تجيني والله بنجي. طيب رد علي يا حبيبي انتم بساندي عشان انا اعرف اروح بعيد عنكم بس. اي احنا بساندي احنا في ساندي في ساندي. تعال اصلح بوليتو تعال اصلح بوليتو يلا عز 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 يا اخي انا ما طلقت النار انا ما طلقت النار في 2023 23 تمام خلاص ما في اسرع منها بكني بطلع حرتي في الـ في الـ في الذا دقيقه رب الكعبه طلع وش ذا اللي بيحقق معك ايوه والله شغلت الاغنيه ودقيت عليه احس زعل او شيء الحين وش يسوي يا بنونو يروح يلبس طقم الابيض بطعن الغباء بطعن الغباء انا بس بن فساندي يا جماعه يا جماعه اوكي كنسل انا مو ادري خلاص راح فيها يلا دقيقه شغال موضوع برجع لك الحين لوس اسمعوني مو ادري انا مكينتي حمراء بالدقيقه ابو فهد وش قاعد تلبس طقم ابو فهد خلاص فهد اي سروال غير بس لون السروال بس وغير شعرك بس ابو فهد طبعا رايح عرس كذي طقي فهد يا عيال ايش فيكم يا عيال والله وجه ما ترين تمشي ازر ازر رب برقع طيب مكينتي حمراء ترى السلام عليكم عليكم السلام معك المفاوض قربت وسحبت على اخوياك قاعد تسمعني في الراديو معك المفاوض بس بروح اخذ الجيتار بروح الاغراض كلها معي هربت هربت وسحبت على اخوياك انت تو ما تتكلم الحين صرت تعرف تتكلم صح هي اتكلم من اول كم كان واحد في البنك ماني قادر الف يمين ثلاثه ثلاثة قارب صح اي ثلاثه وينهم حاليا شخص مسكناه والشخص الثاني هذا تسم طارده وان شاء الله هذا هو جنبي ومنسدحين انا وياه مروقين في الشقه ومبسوطين والاغراض زبلناها وكل شيء رحله بالصيد رحله بالصيد ابو بس اسمع دور لك واحد تحقق معه في الكرسي اللي تقول عنه جي رح زبل الفلاش واللابتوب هذا قدامي الواحد الله يوفقك ان شاء الله هذا احنا مهددين وحاطينه عندكم حطينا طعم بصماتك اخذت بصماتك حطينا الطعم راح اعرف من انا ما سرقت انا خذيت الاغراض بس انا خذيت الاغراض انا خذيت ايش الاغراض بس ما لا لمست يدي ولا حطيت اي شيء كيف توفيق يا حبيبي شد حيلك ها حاول تشد حيلك وتصير افضل من كذا وكفاءه اكثر انه منهم لا نقصت رتبتك الصراحه انك ما انت كفاءه ابد بس دقائق ها لا تجي الان انا الا الان ما جاي مع السلامه يلا شغل عمود وين بدي وين شو كنت بتقفل خلينا نسولف ولا ما تبي نسولف والله في راعي بامه بمسكه شوي وارجعك طيب خلني اعطيك المحل الملابس وين مكانه راح اكلمك اكثر صدقني لا 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 خلني انا اكلمك ما راح تعرف رقمي خلاص ما في مشكله صلي بعد نص حاب تقول شيء قبل ما اروح انام راح اجيب راسك والله ها حلفت ليش تحلف يا اخي ليش الحلف خلاص طيب طيب خليك سين انت بنفسك اسمع هلا هو جديد في المجال العسكريه اي جديد مره راح اقول لك ذا راح اقول لك اني جديد بس مو هنا القسم باذن الله تو تقول بدا القسم شوف يلا مع السلامه مع السلامه استغفر استغفر الله والله اني ضغطته
والله انه انضحك. ياهو انضغط يا عيال يا ساتر. هو قاعد يبث؟ اسألكم بالله قاعد يبث؟ اصلي اقطع ام القار لاني داري. يا ساتر. والله تدري اني بث. اصبر اصبر. طيب يا جماعه وديكم عنده لا تقصرون معه تكفون. اسمع ابو جسر ابو جسر ان شاء الله ما يفكه باذن الله. وديكم عنده لا تقصرون معه. الله يسعدكم يا رب دنيا واخره. شكرا لحضوركم شكرا لتواجدكم وان شاء الله ما نقطعكم باذن الله. لا تقصرون مع الرجال بسوي لكم ريد. لا تقصرون معه. الله يسعدكم يا رب دنيا واخره. قولوا امين. لا 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 روح روح شوف شوف بث شوف بث سولو فولو وخليكم عنده. الله يسعدكم يا رب. شوفكم ان شاء الله على خير. مع السلامة. انا والله لازم اطلع والله يا جماعة. انا هربت والله. نشوفكم على خير يا جماعة. مع السلامة. لا تقصرون معه بالله تكفون. ايش في ناس مع صوتي انا مرتين يا. يلا نشوفكم على خير. اسمعوا قولوا له صعبة عليك صعبة عليك.